نظمت وزارة الخارجية بالتعاون مع محافظة البحر الأحمر مساء أمس ليلة مصرية لاتينية بالغردقة وبمشاركة 13 سفيرا من دول أمريكا اللاتينية. وخلال الحفل أكدت مساعدة وزير الخارجية لشؤون دول الأمريكتين السفيرة ماهي عبد اللطيف عمق العلاقات المصرية اللاتينية، مستعرضة أهم المشروعات القومية التي أقامتها الدولة من مدن جديدة وطرق ومشروعات القطار الكهربائي ومدن الجيل الرابع ومشروع تطوير الريف المصري والمبادرة الرئاسية حياة كريمة. من جانبه أكد محافظ البحر الأحمر عمرو حنفي أن هذه الزيارة تأتي في إطار جهود الدولة بالتعاون المستمر مع دول أمريكا اللاتينية في مجال التنشيط السياحي وتبادل الخبرات الصناعية والتجارية، موجها الشكر لوزارة الخارجية لجهودها الكبيرة للترويج لقدرات مصر السياحية والثقافية والاستثمارية التي تنفذها الحكومة. هذا وتم عمل رحلات ترفيهية للسفراء بمتحف الغردقة ومتحف الأحياء المائية جراند أكواريوم. النهاردة بالنسبة لزيارة 13 من أمريكا اللاتينية وزوجتهم إلى عروس البحر الأحمر الغردقة تأتي في إطار تنفيذ استراتيجية وضعتها وزارة الخارجية لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالترويج والسياحة وتنشيط التعاون مع وتنويع العلاقات مع مختلف دول العالم. الحقيقة وزارة الخارجية دي مش أول زيارة تنظمها، احنا نظمنا قبل كده زيارة لمدينة الجلالة ومتحف الحضارات، وأطلقنا دعوة عالمية لزيارة مدينة الأسكندرية في شهر أكتوبر الماضي، فدي الزيارة الرابعة الميدانية لمجموعة سفراء دول أمريكا اللاتينية بالتحديد. هو الهدف من الموضوع ده عدة عناصر، أول حاجة ترويج لقدرات مصر السياحية والثقافية والتجارية والاستثمارية، وتاني حاجة إبراز جهود الحكومة المصرية الحالية في كل المشروعات العملاقة اللي بتتم من البنية التحتية، تحديث الطرق والكباري والمدن الجيل الرابع، وحتى المبادرات الرئاسية الاجتماعية زي مبادرة حياة كريمة وغيره. أنا بعتبر الزيارة دي مهمة جداً، هما بيتطلعوا لان يزيدوا من الزيارات دي، لان كل سفير طبعا زي ما حضرتك عارف بيجي يزور المكان بيرجع بيعمل او بيرفع دعاية او بيرفع تقاريره لدولته، والحقيقة كان في اشادة عالية جدا بالغردقة بصفة عامة ومستوى النظافة اللي موجود في المدينة ومستوى الفنادق والسياحة وخلافه. سعيد بالتواجد في مدينة الغردقة بناء على دعوة من وزارة الخارجية المصرية من السفيرة ماهي عبد اللطيف مساعد الوزير للشؤون الأمريكية والسفير أشرف منير نائب مساعد الوزير للشؤون أمريكا اللاتينية. سعدنا بلقاء السيد المحافظ في هذا المكان الجميل، والهدف ليس فقط التبادل التجاري ولكن أيضا التبادل التجاري والاستثماري وزيادته. ومرة أخرى أقول تحيا مصر وتحيا أمريكا اللاتينية. أود الإشارة إلى سعادتي الكبيرة بزيارة هذه المدينة الجميلة ولقائنا مع السيد المحافظ اللواء عمرو حنفي في هذه المدينة الجميلة، وأيضا أشير إلى زيارتي المتكررة إلى المتاحف في مدينة الغردقة وهي متحف الغردقة وأيضا متحف الأحياء المائية. كان لنا فرصة أن احنا نزور هذه المتاحف أمس وأيضا أن احنا نعمل جولة في هذه المدينة الجميلة.